السلام عليكم. السلام عليكم أنوسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مهنا مسافر بعد أسبوعين وبيقول لك عايزك تأجري له شقة لحد ما يرجع. مع إن الدكتور ده بخيل وبيتعبني في عمولتي، لكن ماشي هنأجرها له. سيبيها على الله، سكنيها له. كله على الله، اعمل اللي أنت شايفه. أختك جت؟ ألازقل جوزها في المحل، شكله بيعيط. بيعيط؟ عيطوا عليه بدري. طب روح ندهالي، أنا عايزاه. وأنت مالك أنوسة، شكلك مقرف كده ليه؟ وأنت من إمتى شفتني مبسوطة يا ماهر؟ ربنا يهدي. ربنا يهدي والسلام عليكم. الواد ده في ايه؟ تعالى يا فرعون، ست هاني مستنياك من الصبح. يا ام صبرين، صبرين حصل لها حاجه؟ صبرين كويسه وهتفضل طول عمرها كويسه طول ما انت بعيد عنها يا عامر. ومين اللي دلك على المكان؟ اللي يسال ما يتوهش يا اسطى. بقول لكم ايه؟ ماليش دعوه بالحكايه دي. حلوا مشاكلكم مع بعض، ها؟ حلوا مشاكلكم بس ما تضربوش بعض. معلش بقى، مشاكل عائليه وانت عارف. ماشي يا اخويا. حماتي. عائليه؟ هي تلقيح جتت. كلام حماتي فيه ايه؟ هما ما تشيلك انت ايه؟ ما بتفهمش؟ ما بتحسش؟ جيت لحد عندنا ورفضناك، عايز ايه تاني؟ لا بقى، اسمها رفضتيني مش رفضناك، بتفرق. عامر انت عايز ايه من بنتي؟ بتلف وتدور حواليها ليه؟ عايز كل خير. انا دخلت من البلح حماتي. بقول لك ايه، انا لا واقع من البلكونه وانا نطت من المنور. قلت لك ان ما عندناش بنات للجواز. الله يرضى عليك يا ام، مش عايز اخش من الشباك. انت بتهددني يا عامر؟ طب على الله، على الله تيجي جنب بنتي حكلك بسناني، هفضحك، هبلغ عنك البوليس. طب اهدي بس، اهدي بس يا حماتي كده واشربي الشاي عشان تبقى زي الفل، اهدي بس. شاربه من كعاني بسببك. الله 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 الله. استني بس يا حماتي، في ايه؟ بقول لك ايه يا عام، اخر تحذير ليك، ابعد عن بنتي، الا وديني وما اعبد، لرحلك من البلد. طبريني، تمك عم بينقط سكر. معلش بقى، مشاكل عائلية بتحصل في كل بيت. المهم تدلع حماتك، تحبك مراتك. ماهر انا مش عايز اطول عليك، وبرضه انت صعبان عليا. خايف اللي خلقك يحسبك على المجتمع الفاسد اللي انت عايش فيه كافر زيه. انت عارف يا ماهر، انت عارف اللي زيك لو مات ايه اللي هيحصل له؟ هيجي ملك الموت يقبض روحه، روح العبد الكافر لما بتطلع بتخرج وريحتها كأنت نجيفة، وبعد كده بيقابلك اتنين ملايكة في القبر يحاسبوك. الاتنين ملايكة دول أول ما بيقابلوك بيسألوك مين ربك ومين نبيك؟ لو معرفش يجاوب بيظهر له الثعبان الأقرع، يضربه ضربة ينزله سابع أرض. ماهر أنا لو اديت لك أمانة وبعد كده جيت خدها منك هتتضايق؟ لا طبعا. هو ده حال العبد مع ربه، روحه مش ملكه، فممكن يوصلها للي خلقه في أي وقت. يا رب تكون فهمت قصدي إيه يا مان. اتفضل يا عامر. تسلم ايديك يا حبيبتي. والله العظيم أنا آسفة، ولا كنت أتخيل إن ماما ممكن تعمل كده، تروح لك لحد الشغل وتعمل لك الفضايح دي كلها. أنا مش متضايق منها يا صابرين، بس أعمل إيه؟ دخلت من الباب، ما جيتلهاش من الشباك يعني. أمك مش طايقاني يا صابرين. والله ولا أنا عارفة أعمل إيه. كل يوم جايبالي عريس جديد. خلاص، يبقى نحطها قدام الأمر الواقع، نتجوز. حرام عليك، ممكن تروح فيها. خلاص، نستنى إحنا بقى لحد ما نروح إحنا فيها. طب نستنى شويه، ممكن يحصل حاجه جديده ما تعرفش. ايه اللي يعني اللي هيجد جديد؟ ما لو العقول بتتغير كنت اشتريت لها عقل جديد. يمكن تلاقينا مصممين مثلا، والعمر بيعدي هتخاف لعنس قدامها كمان. يا سلام، لو انا بقى اقعد استنى لحد ما شعرك يقع واستنك تقع وتبقى معنسه. لا مش للدرجه دي، بس يعني استنى شويه كمان. والله انا على اخري. استنى علشان صبري. هو ده اللي مصبرنا حبيبتي، لاجل الورد. بتسأله قال ليه؟ احترم نفسك يا بنت، انت هتبقى مراتي
لما ابقى مراتك. سلام. كل مرة بتزعلني منك. ماشي يا صبرين، ماشي. أنا من يوم ما لبست مايكل جاكسون ده وانت متغيرة عليا. قولي لي يا بنت يا نور، انت خليتي سمير يتعلق بيكي كده ازاي؟ يتعلق بيا ده ايه؟ ده روحه فيا. ده ما بيعرفش ينام على المخدة الا وانا جنبه. انت عارف انا لما بروح هنا ولا هنا ويبقى مش عارف مكاني بيعمل فيا ايه؟ بيتجنن. والله ساعات بقفل تليفوني عشان اغيظه بس، بعد كده بفتحه تاني، يسحب عليا. يا بختك. انا بقى مش عارف اخلي صالح يحس بيا كده خالص. مع اني بحبه وروحي فين، بس هو مش حاسس بيا. يا اختي الرجاله دي عامله زي السمك في المايه، ما تعرفيش تمسكيه. بس اقول لك على حاجه، كل راجل ليه مسكته. صدقيني انا، وانا اللي هقول لك. ريحه جياد. يا نهار اسود، إيه الاكل؟ سمير هيطلعني. مفيش يا نوسة. مفيش ازاي؟ مالك يا حبيبي؟ في حاجة مضايقاك؟ طب ما اكلتش ليه؟ ماليش نفس. طب روق وصلي على النبي، ولما تعوز تتكلم اندهلي. نوسة، أنا خايفة يا نوسة. خايف من إيه يا ماهر؟ في إيه؟ خايف من بكرة واللي جاي. بعمل كل حاجة، عمال أشرب اللي أشربه، صاحب اللي صاحبه. خايفة أموت يا نوسة. بعد الشر عليك يا حبيبي، ليه بتقول كده؟ هو انت شارب حاجة؟ لا، أنا بس فكرت في آخرتنا. صلى على النبي يا مير، صلى على النبي حبيبي. كلك روق وروق كده عبال ما أعملك الشاي بدل اللي برد. صلى على النبي.